فاتوا اسبوع كامل عدى وجينا حضراتكم كالمتبع في اخره باهم الاخبار من جوه وبره مصر. والاسبوع ده كان بالنسبه لمصر افريقي بامتياز. البدايه كانت بحصول مصر على عضويه مجلس الامن والسلم في الاتحاد الافريقي لمده 3 سنوات من 2016 ل 2019. وبعدين النجاح الأبرز الحقيقة، يعني رغم أنه في مستوى تاني، ما هو مش مستوى سياسي والمسألة مش مجال المقارنة، لكن طعم الفرحة، طعم الفرحة اللي احنا بقالنا كتير جدا بنتنشأ عليه، طعم الانتصار اللي احنا طول الوقت بنبحث عنه عشان خاطر معنوياتنا. احنا محتاجين كتير، محتاجين نشحن، محتاجين طاقة إيجابية كتيرة جدا. النجاح المصري على المرة دي كان إفريقي برضو لكن رياضي. مصر حصولها على بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد ماراثون ساخن ومنافسة شرسة مع منتخبات قوية ولها باع طويل في اللعبة دي، مصر الحمد لله حصلت على البطولة لأول مرة. أتصور من ساعة كأس العالم اللي احنا حصلنا فيه على ثالث عالم، مصر كلها، جمهور المصري كله قاعد بيتابع بطولة كرة يد. الناس يا جماعة حتى اللي ما بيفهمش في كرة اليد بدأ يفهم وبدأ يسأل على القواعد وبدأ يتابع وبدأ ينتظر النتيجة. احنا شفنا في المدرجات رئيس الحكومة ووزراء مصر كلهم بيشجعوا ورافعين علم مصر الحقيقة في انفعالات كانت يعني أكتر من طبيعية وأكتر من منطقية. حصول مصر على البطولة على حساب تونس كان بيعني مباشرة تأهل منتخبنا لكأس العالم 2017، وده الحقيقة الثلاثة الأوائل، لكن الأهم هي دورة الألعاب الأولمبية 2016 اللي هتقام في البرازيل في ريو دي جانيرو. ودي حاجة كبيرة ومهمة، مهم جدا. مشاهد الفرحة والنصر اللي ما حسيناش بيها من فترة الحقيقة ما بقتش قصيرة. شفنا جماهير غاية في الرقي والتحضر والأخلاق. أنا مش عارف الحقيقة إحنا ليه ما بنشوفش دوت في كرة القدم. أنا مش فاهم، يعني ال 16 ألف مشاهد زي ما قالوا لنا اللي كانوا في المدرجات بكمية الرقي والتشجيع الراقي المحترم والالتزام في الدخول والخروج، ليه ما بنشوفهمش في ملاعب كرة القدم؟ ليه إحنا لغاية النهاردة خايفين نقيم مباريات كرة القدم بسبب الألتراس وباقي المشاهد اللي إحنا بنشوفها في مدرجات كرة القدم واللي أصبحت بالنسبة لنا كلها الكرة طول عمرها مقترنة بالمتعة؟ إذا لم يكن فرحة فعلى الأقل في متعة. اللي بيروح مباراة كرة قدم ده بيروح عشان يستمتع، أو بيتفرج على حاجة رياضية بيروح عشان يستمتع. النهاردة بقت مرتبطة عندنا بأحداث دموية، بقينا خايفين نرجع الجماهير بسبب العنف. ليه احنا اللي شفناه في نهائي بطولة اليد المدرجات اللي كانت ممتلئة عن اخرها في النهائي والحقيقة في المباريات اللي قبل كده، ليه ما بنشوفش السلوك الحضاري؟ هم مصريين يا جماعة اللي قاعدين، يعني في النهاية الاغلبية العظمى من اللي كانوا قاعدين في النهائي دول مصريين. ايه الازمة يعني احنا المشكلة مش فينا، المشكلة في مفهوم غلط وتشوه احنا محتاجين ندور على السبب الحقيقي فيه. شفنا كمان في المدرجات التزام وتنظيم قوي ورائع من اللجنة المنظمة للبطولة وكمان المؤسسات المعنية في الدولة. الحقيقة انتصارات اللي زي دي بتسعدنا وبتخلينا نتفائل وبتخلينا نقول يعني زي ما شفنا ده في كرة اليد، ليه ده ما بيحصلش في كرة القدم؟ كاس عالم، عايزين نروح كاس عالم يا جماعة. لو نفتكر اخر مرة تأهلنا فيها لكاس العالم سنة 90، الجون الشهير بتاع كابتن مجدي عبد الغني ربنا يديله الصحة. سنة 90 ده يا جماعة من 26 سنة، يعني حضراتكم اللي اتولد ساعتها هو النهاردة بيشتغل بقاله حوالي 6 سنين، واللي كان طالب في ثانوية عامة وقتها بقى دلوقتي مش مدير إدارة ولا مدير عام، في ناس مسكت وزراء. يعني احنا بنتكلم في منتصف الأربعينات. الحقيقة أتصور الناس اللي مسكوا وزراء دول عندهم يعني بيتمنوا إن هم منتخبنا يلعب في كأس العالم مرة واحدة قبل ما يطلعوا معاش. يعني مش أمل كبير، يعني في جيل كامل من حقه إن هو يشوف منتخب بلده للمرة الثانية أو للثالثة يعني في كأس في المونديال. عندنا أمل كبير، عندنا أمل إن الرياضة ترتقي بأخلاقنا، عندنا أمل إن الجماهير ترجع تاني المدرجات، إن إحنا نفرح بجد، إن إحنا نروح للإنجاز. طول الوقت لازم ندور على الإنجاز، ندور على الإنجاز في الرياضة، ندور على الإنجاز في الفن، ندور على الإنجاز
بالتأكيد في الاقتصاد، ندور على الإنجاز في السياسة، لازم خلينا هي دي الروح اللي احنا لازم ندور عليها. عموما خلونا مع الفرحة وخلونا مع انتصاراتنا وحصول منتخبنا لكرة اليد على بطولة الأمم الأفريقية، لأن ده كان محط اهتمام وسائل إعلام أجنبية بصورة موسعة. مجلة ليكيب الفرنسية كتبت خبر تحت عنوان مصر تتوج بطلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بعد مواجهة تونس. احتفت المجلة الفرنسية الحقيقة المتخصصة في الرياضة بفوز مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، وقالت ليكيب أنه للعام الثاني على التوالي تنهزم تونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، فبعد هزيمتها أمام الجزائر في عام 2015 انهزمت تونس هذه المرة أمام مصر الدولة المضيفة للبطولة بنتيجة 21-19. وأوضحت المجلة أن هذا اللقب هو السادس قاريا للفراعنة والأول منذ العام 2008، وبذلك تتأهل كل من مصر وتونس وأنجولا لمونديال اليد اللي هم الثلاثة الأوائل زي ما قلنا لحضراتكم عام 2017، كما تتأهل مصر لدورة ريو دي جانيرو للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها الصيف القادم. وفي نفس الإطار قال موقع هاند زون المتخصص في كرة اليد تحت عنوان الفراعنة ملوك أفريقيا الجدد أن المصريين استطاعوا الفوز على تونس بفضل التحلي بالهدوء والواقعية. أشاد الموقع بتنظيم مصر للبطولة. الحقيقة الحاجة كويسة لا يمكن حد هيقول عليها يقدر يخبيها، حد هيقول عليها كلمة وحشة. التنظيم الكويس والشكل الراقي والمحترم بيخلي الدنيا كلها غصب عنها، حتى اللي بيكرهنا، حتى اللي نفسه ان هو يشوف مصر في شكل مش كويس ما بيقدرش يتكلم، مش هيقدر يتكلم كويس، فعلى الاقل ما بيتكلمش خالص. خلونا نعمل ده طول الوقت، وخلينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع فرحة كرة اليد المصرية، منتخبنا المحترم لكرة اليد بطل افريقيا او ملك افريقيا زي ما قالت هاند زون. اسيب حضراتكم مع الفرحة ونرجع نبدأ اخبارنا.